أنا أعتقد على في اعتقاد القاصر، يعني أنا لست لا أدعي شيئا في هذا العالم، ولكن أنا أظن أحياء النفوس، أحياء النفوس، هذا التأثير العجيب الغريب في هذا هو إحياء الموتى الحقيقي، يعني ليس إعادة الروح إلى الجسد ليقوم هذا الجسد ويأكل ويشرب، وإنما إحياء هذه الأرواح وهؤلاء الناس في إعادتهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى في زمن يعني من أخطر ومن أشد الأزمنة وشدة الدواعي الانحراف والابتعاد. ثم أي شخص، يعني أنا كل الذين أعرفهم في الحد الأدنى من خلال اللقاء المباشر، عندما كانوا يذهبون إلى سماحة الشيخ في لقاء واحد أو اثنين، لا يحتاج إلى أن يصبحوا من طلابه وتلامذته، تجد أنه انقلبت حياتهم رأسا على عقب واستمروا على هذا. نعتقد لعل تكون هذه من أعظم الكرامات، هذه كرامة يمكن أن أقول أنها كرامة كلية وليست كرامة جزئية في موضع محدد أو قصة محددة.